النشرة الموجزة للأنباء. السلام عليكم ورحمة الله. أوفت وزارة التربية بتعهداتها بإيصال العملية التدريسية خلال العام الحالي إلى خواتيمها الموعودة بإجراء الامتحانات في مواعيدها، حيث توجه أمس إلى المدارس في المحافظات نحو 3 ملايين تلميذ من الصفوف الانتقالية لإجراء الامتحانات في المقررات التي واظبوا طوال العام على نهلها، متحدين تهديدات أعداء العلم والمعرفة المدعومين من القوى الظلامية المعادية لسوريا. ومع بدء الامتحانات المقررة، أنجزت وزارة التربية جميع التحضيرات اللازمة لإجراء الامتحانات بالشكل الأنسب، حيث أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن الوزارة حرصت منذ بداية العام الدراسي على تنفيذ خطتها التدريسية للعام الحالي في مواعيدها المقررة، حرصا على مستقبل أبناء سوريا، وذلك في إطار جهودها المبذولة لمنع سرقة مستقبل أبناء سوريا، لافتا إلى أنه كما رهان الوطن الرابح على إقلاع العام الدراسي رغم تعرض قطاع التربية للعديد من التحديات والاستهداف المستمر لمؤسساته، فإن الوزارة تراهن حاليا على إنجاز الامتحانات في جميع المراحل في موعدها. أعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي استعداد بلاده للمشاركة بالمؤتمر الدولي حول سوريا الذي اقترحت عقده روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أنه يمكن أن يؤدي إلى إطلاق حوار بين الحكومة والمعارضة في سوريا. وقال صالحي في مقابلة مع أسبوعية ديرش بيغل الألمانية نشرت مقتطفات منها وسائل إعلام إيرانية أمس: لم نتلقى بعد دعوة لكننا سنحضر بالتأكيد، ويمكن أن نطلق مفاوضات بين الحكومة والمعارضة في سوريا. دعا الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للطائفة المارونية إلى إحلال السلام في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في هذا الخصوص. وشدد الراعي خلال حفل أقيم على شرفه في أحد فنادق العاصمة الفنزويلية كاراكاس بحضور السفير السوري لدى فنزويلا دكتور غسان عباس وعدد من سفراء العرب والأجانب منهم لبنان والفاتيكان والجزائر وممثلي عدد من الجمعيات الخيرية المسيحية والإسلامية والجالية العربية المقيمة في فنزويلا على أن منطقتنا العربية هي مهد الديانات السماوية الثلاث وهي أرض السلام، وبالتالي لا مبرر لاستمرار الاقتتال على أرضنا الطاهرة. دمرت وحدات من قواتنا المسلحة اليوم مشفى ميداني وتجمعات وأوكار لمتزعمي مجموعات إرهابية تابعة لجبهة النصرة في قرى سلمى وبيت حليبية والتفاحية في ريف اللاذقية بما فيها من أسلحة وذخيرة وإرهابيين. ومن بين الإرهابيين القتلى الإرهابي الليبي جمال عبد السلام والإرهابي السعودي عمر العسيري والإرهابي المصري أحمد عبد الوارث وحمد أنس الحبال. وعلى طريق حمص دمشق لبريج ضبطت الجهات المختصة سيارة محملة ب 1200 كيلوغرام من مادة TNT كانت معدة للتفجير، وتم التعامل معها وتفكيك اسطوانات المتفجرة داخلها. قامت مجموعة إرهابية مسلحة بمهاجمة أحد حواجز الجيش العربي السوري على طريق دمشق حمص في منطقة البريج مستهدفة هذا الحاجز بتفخيخ بسيارة مفخخة تحتوي على مواد متفجرة موضوعة ضمن اسطوانات من المعدن تزن حوالي 1200 كيلوغرام. تم التعامل معها من قبل وحدات الهندسة وتفكيك العبوات وتفكيك السيارة المفخخة وإصابة سائق السيارة. وصل الوفد الدولي للسلام محافظة حمص ضمن جولة يقوم بها على بعض المحافظات السورية، حيث التقوا مع المحافظ أحمد منير محمد. وقد أكد أعضاء الوفد أنهم سوف ينقلون الواقع الحقيقي لما يحدث في سوريا للمحافل الدولية، وأن كل تدخل أجنبي وكل تمويل وإرسال للإرهابيين إلى سوريا يجب أن يتوقف وأن تكف عنه جميع الدول. هم أناس يمثلون وجدان الإنسانية، أتوا إلى سوريا ليقدموا ما عليهم اتجاه
أم الحضارات اتجاه بلد المحبة والتسامح والسلام. طالبناهم أن يقفوا مع سوريا اتجاه حكوماتهم، أن يقفوا مع شعوبهم الشعوب التي يمثلونها اتجاه الحكومات. أبدى الكثير منهم تفهموا لهذا الأمر وقالوا نحن عوامل ضغط على حكوماتنا، وإن شاء الله نستطيع بتعاوننا كوفد أممي للسلام أن نضغط على الحكومات الأوروبية وعلى الحكومة الأمريكية أن يوقفوا تمويل الإرهاب والحرب على سوريا. لقد كنا يعني مسرورون بأن جميع أطياف مدينة حمص أتوا إلى استقبالنا، ونحن لدينا ملتقى معهم لنتكلم عن شؤونهم وعن شجونهم، وخاصة بما يخص مستقبل سوريا. قال المحلل السياسي الفلسطيني أحمد رفيق عوض إن مطالبة الجامعة العربية دائما من المجتمع الدولي بإيقاف إسرائيل عند حدها هو موقف يدل على الضعف والعجز والكسل والتراجع وعدم القدرة على اتخاذ موقف عملي. وأكد عوض في حديث مع قناة روسيا اليوم أن إسرائيل تريد عمليا تنازلا واستسلاما لا سلاما حقيقيا، ولا ترغب في تسوية فعلية، مشددا على أن الطلب الأمريكي من العرب تعديل مبادرة السلام العربية لترضى إسرائيل يعني عمليا تقديم المزيد من التنازلات العربية باتجاه إقناع إسرائيل بعملية غير موجودة من الأساس. أقر نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بعجز الجامعة أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني وسوريا. وقال العربي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للجامعة أمس إن الجامعة العربية ليس لديها أي صلاحيات ولا قوة لوقف أي شيء بالنسبة لإسرائيل، متذرعا بأن المسؤول عن المحافظة على السلم والأمن هو مجلس الأمن. دعت زعيمة حزب العمل الإسرائيلي المعارض شيلي ياشيموفيتش الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعته إلى العودة إلى محادثات السلام، وذلك خلال اجتماع بينهما في مقر عباس في الضفة الغربية. إلى ذلك أبدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير موافقتها المشروطة لمبدأ التبادل المحدود للأراضي مع إسرائيل في أي تسوية مستقبلية. وأوضح أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم في رام الله الليلة الماضية أن أي بحث في هذا الموضوع لا يمكن أن يتم إلا بعد التزام إسرائيل بالانسحاب إلى حدود عام 67 وفي إطار شامل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة. أكد الأميرال جون ميلر قائد الأسطول الخامس الأمريكي، أكد أن المناورات البحرية الواسعة التي بدأت في الخليج بمشاركة 41 بلداً لا تستهدف إيران. وقال ضابط الأمريكي في مؤتمر صحفي في المنامة حيث يتمركز الأسطول الخامس، قال أن إيران غير مستهدفة بهذه المناورات التي ترتدي طابعا دفاعيا صرفا. ونددت طهران الأسبوع الفائت بهذه المناورات التي تستمر حتى نهاية الشهر معتبرة أنها عمل استفزازي. عقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء في فيينا جولة مفاوضات جديدة مع إيران، هي العاشرة منذ نهاية 2011، بهدف التوصل إلى اتفاق مع طهران حول برنامجها النووي المثير للجدل. وتسعى الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى تحديد مقاربة منظمة لإزالة الغموض حول المسائل العالقة التي أشارت إليها في تقريرها الشديد اللهجة حول البرنامج النووي الإيراني في تشرين الثاني نوفمبر 2011، والذي تضمن مجموعة من العناصر وصفتها بأنها ذات مصداقية تشير إلى أن إيران عملت على إنتاج السلاح الذري قبل 2003 وربما فيما بعد. ختام هذه النشرة الإخبارية الموجزة أتتكم من تلفزيون الدنيا في دمشق، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.